السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا ومرحبا بكم في الفيديو ده. هيكون معنا الجزء الثاني من مهارات الهندسة بعنوان الزاوية الخارجية للمثلث. خلينا نفتكر إن في المثلث بيحتوي على زوايا داخلية وزوايا خارجية. الزوايا الداخلية بتكون داخل المثلث زي الثلاث زوايا اللي موجودة بالشكل ده. عندنا تلات زوايا للمثلث داخله، التلات زوايا دول لو جمعناهم هيديني 180 درجة. طيب ايه هي الزاوية الخارجية للمثلث؟ الزاوية الخارجية للمثلث هي زاوية محصورة بين ضلع وامتداد ضلع في المثلث، وطبعا ما بتكونش داخل المثلث، بتكون خارج المثلث. لو عملنا تشيك، شايفين انتوا المثلث اللي مرسوم وانا عملت امتدادات بالشكل اللي انتوا شايفينه، لو انا حددت الزاوية دي بالنسبة لي داخلة ولا زاوية خارجية؟ دي بالنسبة لي زاوية خارجية، لأن هي محصورة بين ده ضلع أساسي في المثلث وهنا ده امتداد لضلع في المثلث، يبقى دي زاوية خارجية. طيب الزاوية دي؟ لا، دي زاوية مش خارجية. ليه؟ لأنها محصورة بين امتدادين للمثلث. لا، احنا عايزين زاوية محصورة بين ضلع أساسي في المثلث نفسه وامتداد ضلع. طيب الزاوية اللي هنا بالظبط، دي هنا عندي محصورة بين ضلع في المثلث وهنا امتداد، يبقى دي زاوية خارجية. طيب هنا برضو دي زاوية خارجية محصورة بين امتداد ضلع وضلع أساسي. طيب دي يا شباب، لا دي محصورة بين امتدادين. يبقى أهم حاجة في الفيديو النهاردة بنبدأ بيها إنك تقدر تحدد اللي دي زاوية خارجية ولا مش خارجية. طيب الجزئية التانية، المثلث فيه كام زاوية خارجية؟ لو اعتبرنا لكل رأس هرسم زاوية واحدة خارجية يبقى فيه ثلاث زوايا خارجية. مجموع الثلاث زوايا الخارجية 360 درجة. مجموع على فكرة ممكن يسميها خارجة أو خارجية، الاتنين صح. يعني أنا لو شفت دي زاوية خارجية، أدي واحدة وهنا اتنين وهنا تلاتة، لو جمعت التلات زوايا، لو قلت دي اسمها سين وهنا الصاد وهنا عين، لو أنا جمعت سين زائد صاد زائد عين التلات زوايا دول يديني 360 درجة. عرفت منين اللي هم خارجية؟ من أنا لسه قايل لك، زاوية محصورة بين ضلع أساسي في المثلث وامتداد ضلع موجود في المثلث. ده بالنسبة للزاوية الخارجية، التلات زوايا مجموعهم 360 درجة. طيب لو أنا عايز أتكلم على الزاوية الواحدة، إزاي أجيب قياس الزاوية الخارجية، الزاوية الواحدة؟ لو أنا رسمت مثلث بالشكل ده، وأنت طبعًا عارف اللي زي ما اتفقنا اللي دي زاوية خارجية، عشان أجيب الزاوية الخارجية هي بتساوي مجموع الزاويتين البعيدتين. يعني إيه البعيدتين؟ الزاوية الخارجية في جنبها زاوية داخلية، اللي هي دي. الزاوية الداخلية والخارجية اللي على نفس الرأس مجموعهم 180 درجة، لأن دول زاويتين متكاملتين. دي معلومة قديمة، لكن الجديدة بالنسبة لنا النهاردة اللي الزاوية الخارجية بتساوي مجموع الزاويتين البعيدتين. شايف اللي عليها إكس واللي عليها دائرة؟ لو أنا جمعت الزاويتين دول هيديني الزاوية الخارجية. الزاوية الخارجية بيساوي مجموع الزاويتين البعيدتين، يعني تجاهل الإيه؟ المجاورة ليها، تجاهلها واجمع الزاويتين البعيدتين. يعطيني الزاوية الخارجية. ده تدريب بصري، عايزك تدور على الزاوية الخارجية وتشوف مجموع الزاويتين البعيدتين. دور فين الزوايا الخارجية بالبصر كده. يعني لو بصينا هنا، طبعا المفروض انا اسيب انت توقف الفيديو على التدريب ده، وده اهم حاجة تدرب عينك فيها انك تكتشف الزاوية الخارجية. دور هنا مثلا الشكل ده، ده زاوية خارجية. لو قلت الخمسين دي خارجية يا شباب؟ لا، محصورة بين امتدادين. طب لو قلت السين دي خارجية؟ اه بالظبط، يبقى دي خارجية. فالخارجية دي بتساوي مجموع البعيدتين. مين البعيدتين؟ اللي هي الزاوية دي اللي أنا معرفهاش وممكن أعرفها بعد شوية، والزاوية دي اللي هي 70، صح كده؟ طيب مهمتي بقى إن دي 70 ودي معرفهاش، مهمتك إنك تجيب دي وتجمعها مع ال 70 عشان تعرف قيمة السين زي ما هنشوف دلوقتي. أنا مش هدفي أحل المسائل دي، أنا هدفي إنك بعينك كده تدور الشكل ده فين الزاوية الخارجية؟ وهكذا. تمام يا شباب؟ فانت وقف الفيديو ده لمدة 5 دقايق 6 دقايق ودور على الزوايا الخارجية اللي موجودة في كل شكل. عندي 3 أفكار مهمة خلي بالك منها. الجزء ده كله بيعتمد على 3 أفكار، فهمت 3 أفكار وتقدر بعينك تطلعهم من الرسم، يبقى الدرس ده بالنسبة لك خلاص. يبقى انت يعني يبقى خلاص لا تشيل هم الزاوية الخارجية خالص في الاختبار. عندي 3 أفكار. الفكرة الأولى إني أطلب منك تجيب زاوية خارجية. إنك تجيب الزاوية الخارجية زي مثلا بطلب هنا سين على الزاوية الخارجية. دي الفكرة الأولى. طب تجيبها إزاي؟ تجيبها بالجمع. إزاي بالجمع؟ يعني تجمع الزاويتين البعيدتين. تجمع الزاوية دي زي ما اتفقنا من شوية والزاوية دي اللي هي 70. طبعا أنت شايف حرف الإكس زي ما درسنا الفيديو اللي فات، دي هنا 50 تبقى دي 50 حرف الإكس. وبالتالي س هجمع 50 زائد 70 يديني 120.
يبقى كيف تجيب الزاوية الخارجية؟ بالجمع. دي الفكرة الأولى. الفكرة الثانية إن هو في السؤال يعطيك الزاوية الخارجية ويطلب منك زاوية من الزاويتين الداخلتين اللي هما الزاويتين البعيدتين، دي تجيبها بالإيه؟ إذا علمت الزاوية الخارجية ومطلوب إيجاد إحدى الزاويتين البعيدتين، دي تجيبها بالطرح. ليه بالطرح؟ يعني مثلا أنا لو طلبت منك زاوية ألف، هنا مديني 130، يعني معلوم بالنسبة لي الزاوية الخارجية، أوكي؟ يبقى عايز الزاوية إحدى الزاويتين البعيدتين اللي هو اللي هي ألف، طيب أجيبها إزاي؟ ال 130 دي بتساوي أ زائد ب، طيب ب ب 80 والخارجية ب 130، المفروض 130 بتساوي مجموع أ وب، طيب أ أجيبها إزاي؟ بالطرح. يبقى لو طلبت منك الزاوية البعيدة إحدى الزاويتين البعيدتين، اطرح. أطرح إيه؟ الخارجية ناقص الداخلية المعلومة، يعني هقول له 130 ناقص 80 وتجيب الناتج، تمام كده؟ هيديني طبعا ناتج 50، يبقى زاوية ألف 50 درجة. طيب دي الفكرة التانية، يبقى الفكرة الأولى بالجمع لما يطلب الزاوية الخارجية، الفكرة التانية لو طلب الزاوية إحدى الزاويتين البعيدتين تجيبها بالطرح. الفكرة الثالثة تستخدم قاعدة مجموع الزوايا الخارجية للمثلث بيساوي 360 درجة، ودي بتتنسي كتير للأسف. بعرفها منين؟ بعرفها لو جاب لك أكتر من زاوية خارجية في المثلث، يعني شايف مديني هنا مثلث وهنا س دي خارجية وصاد خارجية، يبقى لازم تستخدم القاعدة اللي هي مجموع الزوايا الخارجية 360 درجة، تمام؟ هستخدمها زي ده اللي هنشوفه في المثال اللي موجود في الأمثلة اللي هندرسها دلوقتي. طيب هنبدأ هناخد دلوقتي أفكار على أو أسئلة على الفكرة الأولى وأسئلة على الفكرة الثانية وهكذا، وعلى الفكرة اوجد قيمة س، ده قلناها من شوية، هنا س دي زاوية خارجية يبقى هجيبها بالجمع، لأن س هنا بالنسبة لي زاوية خارجية. طيب بالنسبة لي ها الس دي الخارجية بتساوي مجموع الزاويتين البعيدتين اللي هي الزاوية دي والزاوية دي، دي 70، يبقى أنا عايز أجيب الزاوية اللي فوق، اللي فوق هنا بالتقابل براس 50، وبالتالي س هتساوي الخارجية بيساوي مجموع الزاويتين البعيدتين 70 زائد 50، الناتج يديني 120. قارن بين أ زائد ب والقيمة 125، أنا ملاحظ اللي هنا في زاوية خارجية اللي هي 120، طيب 120 بيساوي مجموع البعيدتين اللي هي أ زائد ب، يعني معنى كده إن أ زائد ب مجموعهم 120، صح كده؟ طب ما هو هنا في القيمة الأولى بيقول لي أ زائد ب، يبقى قيمتها 120، وبالتالي القيمة الثانية هي الأكبر. ركز على هدفك، انت عايز أ زائد ب. اوجد قيمة س، طيب واضح ان احنا انتقلنا للفكرة التانية، انتبه. يعني هو مديني دي زاوية ايه؟ خارجية. واحد يقول لي طيب كيف تعرف الزاوية الخارجية على طول؟ ما احنا اتفقنا ده مثلث وفي امتداد اهو، يبقى الزاوية المحصورة بين ضلع وامتداد دي زاوية خارجية. ولو انت ما انتبهتش يبقى انت عديت التدريب البصري ما ركزتش فيه كويس. اديله حقه هتلاقي نفسك قدرت تلقطها بعينك كده بشكل سريع. يبقى ال 50 دي زاوية ايه؟ زاوية خارجية، يبقى بيساوي مجموع البعيدتين، مجموع دي زائد دي. طيب المفروض يديني واحدة فيهم، صح كده؟ عشان أطرح. لأ هو ما ادانيش ولا دي ولا دي. طيب العمل إيه؟ بس هو مديني الضلع ده بيساوي الضلع ده، يعني المثلث متطابق الضلعين، وبالتالي دول الزاويتين دول هيساووا بعض، لأن دي بالنسبة لي زاوية رأس المثلث. يبقى ال 50 هتتقسم على الزاويتين دول، يبقى كل واحدة 25، يبقى الإجابة ألف. السؤال اللي بعد كده بيقول لي قارن بين طول أ ب وطول ب ج، طيب مش مديني أطوال بس مديني زوايا، يبقى هنا هدخل في العلاقة بين الأضلاع والزوايا، الضلع الكبير يقابل زاوية كبيرة، والضلع الصغير يقابل زاوية صغيرة بس تكون في نفس المثلث، يعني أنا دلوقتي عايز أجيب أ ب، أ ب الضلع الزاوية المقابلة ليه إيه؟ ج اللي هي دي، يبقى أنا عايز أجيب ج. طيب ب ج الزاوية المقابلة ليه أ، يبقى أنا محتاج أجيب زاوية أ. طيب نعرف نجيب زاوية ج، اه دول زاويتين متجاورتين متكاملتين، يبقى هقول له زاوية ج دي هتبقى عبارة عن 180 ناقص 130 هيديني 50، يبقى ج ب 50 درجة. طيب ب ج، ب ج هتقابل زاوية أ، طيب أ دي أجيبها منين؟ ممكن تستخدم الزاوية الخارجية تقول لي دي 130 ودي 80 ودي زاوية بعيدة، يبقى هطرح 130 ناقص 80 يديني برضه 50، أو تستخدم مجموع زوايا المثلث الداخلة زي ما تحب، الأسهل بالنسبة لك حل بيه. وبالتالي كل ضلع بيقابل زاوية 50 هنا و50 هنا، يبقى استنتج ان القيمتين متساويتين لأنهم بيقابلوا نفس القيمة من الزوايا. اوجد قيمة س في الشكل ده. طيب تقدر تطلع زاوية خارجية في الشكل ده. طيب أنا أحدد لك المثلث وأنت تحدد الزاوية الخارجية. شايف المثلث ده؟ شكله عجيب شوية. فين الزاوية الخارجية؟ واضحة 70. ال 70 زاوية خارجية، ال 70 دي بتساوي إيه؟ مجموع الزاويتين البعيدتين اللي هي س و25.
طيب هنا مديني الزاوية الخارجية وعايز زاوية داخلية، يبقى دي الفكرة التانية اني استخدم بالطرح. يبقى اقول له الداخلية دي بيساوي الخارجية اللي هي 70 ناقص 25، يبقى اقول له 70 ناقص 25 هيديني 45 درجة. اوجد قياس زاوية عين صاد لام. عين شوف بمشي ازاي، ببدأ بالنقطة عين صاد لام يعني الانفراج ده، عايز القيمة قيمة الزاوية يعني. طبعا الزاوية دي هتساوي الزاوية دي حرف الاكس بالتقابل بالرأس. طب انا عايز اجيب الزاوية دي، اجيبها ازاي؟ شايف المثلث ده مديني زاوية خارجية، يعني اعطاك الزاوية الخارجية ومطلوب منك داخلية بس تكون من الزاويتين البعيدتين، وبستخدم الطرح. يعني هطرح 80 الخارجية ناقص 50 يديني 30، يبقى الزاوية دي 30 وبالتالي دي هتبقى 30 بالتقابل بالرأس. اوجد قيمة س. خلي السؤال ده انا هنزله لكم في جروب التليجرام تبقوا تحلوا. نفس الفكرة، ها دي 135 وهنا س وهنا 46، الس دي زاوية ايه؟ داخلية، وهو مديني الخارجية، يبقى استخدم عملية الطرح. يعني اقول له 135 ناقص 46 بتطرح عادي، 5 ناقص 6 المفروض تستلف وكده، فالناتج هيطلع 89. تمام؟ عملية طرح عادية خالص. الفكرة الثالثة، لاحظ هنا س دي زاوية ايه؟ خارجية، وصاد خارجية، يعني أعطاني في السؤال أكتر من زاوية خارجية للمثلث الواحد. فهنا هبدأ أفكر في طريقة مجموع زوايا المثلث الداخلة، سوري، مجموع الزوايا الخارجية 360. طيب هنا الخارجية كام هنا؟ ما لازم أجيب التالتة. مش موجودة، خلاص أرسمها، أوعى تستخدم الخمسين، الخمسين دي داخلية، انتبه. فأنا هعمل امتداد عشان الخارجية محصورة بين ضلع وامتداد. دي 50 يبقى دي 130. زائد 130 بيساوي 360 درجة عشان مجموع الزوايا الخارجية 360 درجة. وبالتالي هطرح هنا 130 عشان أخلي الطرف الأيمن س زائد ص بس، وهنا 130. طبعا هنا راح 60 ناقص 30 هيديني 30، 3 ناقص 1 يديني 2، يبقى الإجابة 230 درجة. نفس الفكرة، أوجد قيمة س. هنا خارجية، 60 خارجية، 140 خارجية، س خارجية. يبقى هجمعهم كلهم، هنا س زائد 140 و60 يديني 200، مجموعهم يديني 360 درجة. أطرح هنا 200 هنا 200، الناتج هيديني س بيساوي 160 درجة. فيها طريقة حل تانية، خلي بالك إنك تقول دي 60 هجيب الزاوية دي أطرحها من 180 عشان زاويتين متكاملتين، أجيب الدخلة دي وأجيب الدخلة دي، وأعتبر إن دي زاوية خارجية فبالتالي بيساوي مجموع البعيدتين. دي طريقة برضو صحيحة. قارن بين لاحظ هنا س وص وعين، دول زوايا ايه؟ داخليه، يبقى مجموعهم 180 درجه. يبقى انا هشيل س وص وعين دول واحط 180 درجه، بس هو بيقول لك الناتج مضروب في 2، يبقى الناتج هيبقى 360 درجه. 2 في 180 360. طيب ا زائد ب زائد ج، طيب ا وب وج زوايا ايه؟ خارجيه، مجموع الزوايا الخارجيه 360 درجه، وبالتالي القيمتان متساويتان. سعدت بكم جدا، نشوفكم ان شاء الله في فيديو تاني، اتمنى تكونوا استفدتوا واكتسبتوا المهارة بشكل كويس جدا وتطبقوا عليها. نشوفكم على خير في فيديو اخر. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.